اي واحد يقول لك تسريب اسئله وزاريه يعني ترسيب بالامتحان الوزاري، اي طالب او اي شخص او اي صاحب صفحه يقول لك تغيير درجه معناها نصب عليك، اي واحد يقول لك اني ارشح لك معناها اني ارسب لك. حبايب قلبي هذا امتحان وزاري وماكو شيء اسمه انا اغير درجه او اني اعطيك مرشحات وتجيب، ماكو شيء ابدا. اكو مراجعه مركزه، ركز على الاشياء المهمه اوكي، والمرشحات اللي يشوفونها هي تصيب وتخيب مو دائما 100%، فدير بالكم من هسه تركزون على شيء اسمه مرشحات او فد شيء اسمه تغيير درجه بالامتحان الوزاري او فد شيء يقول لك مرشحات مضمونه، هذا الشيء مو صحيح ابدا. تسريب اسئله وزاريه هذا قالت جدتي. حبايب قلبي شدوا حيلكم واقرا ولا تظل تسمع كل من قال لك وكل من حكى لك، هذا مستقبلك هذا مو لعب. يلا نشوفكم بخير.